طب بالنسبة يا دكتور للحالات اللي زي دي، هي مش شاعرة قيمتها خالص على طول القيم، والاستروجين كمان هيبقى مفيد قوي. هيبقى مفيد طبعا، بالذات اصل هي المشكله ان استاذتي عايشه حال ذكور، هي عايشه حال ذكوري بالاهتمام، يعني ايه الذكر يهتم، يهتم. ها، فهي مهتمه جدا بمامتها، وده حاجه جميله، بس ده مش حظ انثوي. الانثى تطبب والانثى تساند، ما هيش راعيه، ما هيش ترعى وتاخد بالها وتفعل، فهي حتى في الشغل اللي بترعاهم خايفه عليهم بترعاهم، فبتيجي على نفسها كتير جدا، بتيجي على نفسها كتير. اتصال. ايوه الو، ايوه مساء الخير يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف ممكن بحضرتك؟ اكلم الدكتور احمد دملاوي لو اتعرف سمحتي؟ بحضرتك. طيب اه، اتعرف بحضرتك الاول. خديجه من فرنسا، اصلي مغربيه. اهلا بيكي، نورتي. الدكتور مع حضرتك يا فندم، اتفضل. بارك الله فيك، الله ينور فيك، بارك الله فيك. اهلا بيك يا استاذتي. السلام عليكم دكتور احمد. اهلا بيك يا استاذتي خديجه، ازي حضرتك وازي كيف الحال؟ كيف الحال؟ والله نورنا بعلمك، الله ينورك. ربنا ينورك ويبارك لك يا رب. شعبيتك في المغرب يا اه دكتور. انا اصولي مغربيه، فانا راجل يعني مصري مغربي. عندي سؤال، مغربيه ومقيمه بفرنسا. اهلا بيك يا استاذتي، اهلا بيك. بارك الله فيك دكتور احمد. عندي سؤال دكتور احمد لو سمحت. تفضلي تفضلي. عندي رجلي من تحت، ارجل ديالي من تحت، من الباطن ديالهم كيحرقوني. يعني بطن رجلك بتحرقك؟ وي الاثنين. انا الاثنين. 47 سنه، ما عندي اطفال، متزوجه، اعمل اشتغل، ارجل ديالي الأكثرية كيحرقوني بزاف ديال الوقت، كيحرقوني يعني من تحت. بيحرقوكي على طول رجليكي من تحت؟ وي من تحت على البطن، الأرجل كيحرقوني. واه طيب طولي بس بالك عليها، بيحرقوكي وأنت قاعدة ولا وأنت ماشية ولا بعد ما تتعبي؟ إمتى بيحرقوكي؟ بيحرقوني وأنا واقفة، من تنكسر عليهم الوقت كيحرقوني. فما أما بتقفي بيحرقوكي صح؟ بتحسي الحرق جوه بطن رجلك ولا في الجلد؟ لا جوه رجلي، من الداخل رجلي، ما فيهم حاجه محروقين، ما فيهم حاجه ممسوحين، ولكن يحرقوني من الداخل. الحرق ده في بطن رجلك كلها ولا في نقطة معينة؟ في بطن رجلي بجوزهم من تحت. اوكي طيب، ده معناه ايه يا حضرتك؟ ان انت حاسه ان انت مش مرتاحه. انت بتشتغلي؟ بشتغل. نعم. انت نظام الشغل او قواعد الشغل او قوانين الشغل في الغالب مش مريحاكي. نعم. فانت حاسه ان نظام الشغل مش مريح. نعم. وفي الغالب، في الغالب ان انت عامله ايه مع ماما؟ ماما علاقتي بها جيدة، ما كانش نهضر معاها مع الرول، علاقتي بها جيدة. بس انت انا عندي احساس برضو انك انت مع ماما مش عارفة ترتاحي برضو. نعم. فانت مش عارفة ترتاحي، يعني مش عارفة القواعد او الاسلوب اللي ماما بتتعامل بيه بالنسبة لك مش مريح، والاسلوب اللي انت بتتعاملي بيه في شغلك مش مريح برضو. نعم، في الشغل ديالي انا اللي كنتفرج، انا اللي كنحدد الوقت ديالي، شحال نجلس شحال نمشي، ولكن كنخدم ساعات كثير. ف يعني في الشغل مع ان وقتك محدد لكن بيدوكي شغل اكتر من الوقت صح؟ نعم. وده مضايقك؟ نعم. وده الحرق اللي في رجلك اليمين، الحرق اللي في بطنك بطن رجلك الشمال، ان ماما بتطلب منك حاجات اكتر من ان طاقتك، فبتجهدك جدا. نعم صحيح، نعم صحيح. انا عارف ماما اصلها قالت لي، بهزر معاكي. نعم صحيح. اه،
هي دي مشكلة. فالمشكلة دلوقتي انك حاسة انك على طول بتتعاملي مع في شغلك ومع ماما، وان على طول بيحملوكي حمل انت او مضطرة تتعاملي معاهم بطريقة مش مريحة. نعم المطلوب من سيادتك بمنتهى البساطة نمرة واحد نعم ان انت تنتبهي. خليكي معايا ثانية واحدة. انت نعم تنتبهي ان انت مهمة. المشكلة نعم عند حضرتك ان انت عايشة مش مهمة، نعم انت عاطفية جدا وحنينة، وبتبقي ما بتحبيش تزعلي حد، نعم فبتيجي على نفسك زيادة عن اللزوم. نعم فالمطلوب من حضرتك انك تنتبهي بقى يا استاذتي العظيمة، خليك معايا ثانية واحدة، وتنتبهي. نعم تنتبهي كده واعملي اللي انت حابه تعمليه، يعني في شغلك تقولي لهم في شغلي انا مواعيدي كذا، انا بحب ارضيكم واساعدكم بس بالعقل، ممكن ارضيكم مره بس مش هرضيكم كل مره. والماما نفس الشيء، قولي لها يا ماما انا بقدر على ده وما بقدرش على ده، فانا بحبك يا ماما ربنا يخليكي ليا، بس ايه ما يعني ما ت... يعني انا مش عايز اعيش في ارهاق معاكي. نعم انا عارف ان الحته دي صعبه عليكي حبه، واخده بالك، نعم بس دي مهمه. الحته البعد التاني المهم حضرتك انك انت ان البعد التاني المهم انك انت تنتبهي ان انت مهمه، نعم لان انت مش شايفه نفسك مهمه، انت شايفه الاخر بس هو نعم مهم. نعم فاستاذتي خديجه مهمه، مهمه عند مين؟ عند خديجه. نعم فاول ما تشوفي نفسك كده في المرايه تشوفي خديجه المهمه، لانك انت ما بتشوفيش خديجه المهمه خالص، انت بتشوفي الاخرين مهمين وانت مش مهمه. نعم صحيح واضحة يا أستاذتي؟ واضحة دكتور. أهلا بيك. ممكن نعم ممكن أساسا كي أحجز معكم في هل جين دراسي جين يساعدني في هذا الموضوع؟ طب خليكي معايا، ربي جيم يساعدك في الموضوع ده. احضري القيم، احضري جيم ثيرابي القيم، ولو تقدري كمان الأنوثة يبقى ممتاز، بس على الأقل احضري القيم، والانوثه يبقى ممتاز ليك، لان انت جاي على نفسك، انت مش شايفه خديجه خالص، مهم انك تشوفي نفسك. نعم تشرفت بيك يا استاذ، نعم سعدت بيك. انت من فين في المغرب؟ انا في نواحي فاس. نواحي فاس. نعم فاس يبعد عن 75 كيلومتر، القنيطرة تبعد عنا ايضا ب 75 كيلومتر. 75 كيلومتر ناحية ايه؟ جنب فاس يعني؟ فاس بعيد عنا ب 75 كيلومتر، والقنيطرة ايضا 75 كيلومتر ما بين هاتين المدينتين. انت قريبة من تروال؟ من؟ قريبة من وزان او تروال؟ وزان واه ما بعيدش، هو علينا بزاف. لا يبعد عنا كثيرا. وصول المغرب. يا سلام. تشرفت بيك يا استاذتي، تشرفت بيكي. شرف لي دكتور، شرف لي، شرف لي، شرف لي، متشكره قوي قوي قوي، ربنا يخليك ويزيد في علمك يا رب. امين يا رب، ربنا يخليكي.